اختتمت فعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي انطلقت في 25 من شهر يناير. وبحسب المشرفين على فعاليات الدورة فقد شهدت توافدا لافتا من الجمهور تجاوز 3 ملايين خلال 12 يوما هي عمر المعرض. مثل الشباب منهم 70% وهو الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس. ينضم إلينا من القاهرة أحمد سمير الكاتب والروائي. أهلا بك معايا يا أحمد، ويعني مع ختام معرض القاهرة للكتاب وأنت كاتب وروائي وليك رواية بالفعل كانت موجودة للمعرض، خلينا قول لنا في البداية كده من وجهة نظرك بشكل عام إيه تقييمك لهذه الدورة؟ مبدئيا معرض الكتاب هو اولا اهلا يا سلمى. أهلا أهلا. معرض الكتاب هو فعاليه مبهجه في مصر، المصريين بيكونوا سواء كان اي مكان هو في وسط البلد او حتى بعد ما اتنقل مدينه نصر وبعد كده اتنقل للتجمع، هو خروجه بالنسبه لشباب صغير بيخرجوا مع بعض بيقابلوا بعض، ده بالنسبه للقراء بيتعرفوا على الكتاب نفسهم بيلتقوا مع بعض بيعملوا تشبيك ما بينهم الناشرين. هو من أهم الفعاليات الثقافية الحقيقية اللي بتحصل في مصر، مش مجرد بيع للكتب. هو نعم طبعا نعم من أهم يعني هو بيحصل فيه حالة رواج كبير، لأن في جزء كبير جدا من الثقافة المصرية إن هو القارئ بينزل في المعرض يشتري له الـ 10 15 أو الـ 20 كتاب أيا كان الرقم اللي هو هيقراه السنة كلها. يعني دي بقت عادة عند القراء، لأن بيبقى فيه تخفيضات كبيرة جدا من دور النشر، أحيانا 20% وأحيانا 40%، فبيحصل دفعة كبيرة جدا في القراءة. بيبقى كل الجرايد كل الفضائيات بتتكلم عن الكتب بتستضيف كتاب، بيبقى فيه صدارة للكتاب وللقراءة وللمؤلفين في البلد كلها في اللحظة دي. فهو مهرجان ثقافي بيحصل فيه قدر كبير جدا من التنمية الثقافية الحقيقية في البلد في اللحظة دي. والدورة السنة دي كانت يعني مهمة جدا نظرا لارتفاع سعر يعني اللي نعم حصل في الدولار، قطب نعم ده كان ليه تأثير كبير جدا على اسعار الكتب. يعني في كتب اللي هي كان ب 50 جنيه، بقى كتاب ربما 150 جنيه او اسعار شبيهه، الارقام اتضاعفت مرتين وثلاث مرات. فكان في قلق كبير جدا سواء عند المؤلفين او عند الناشرين من ان يحصل تراجع كبير، لان سبب الخوف ان غالبيه هو يبدو الرقم ان هو مش كبير قوي بالنسبه لحد بيشتغل، يعني ممكن ان هو يشتري كتابين ثلاثه اربعه خمسه، لكن مصر الغالبية من القراء الحقيقية حتى زي ما انت بقولتي في التقرير هو من سن 13 لسن 25، هم دول اللي بيقروا بشكل حقيقي، هم دول غالبية القراء. فدول لسه تعتمد على مصروفهم، ففي النهاية هو كل اللي معاه 400 500 600 جنيه اما كان يقدر ان هو يشتري بيهم كتب تكفيه للسنه كلها. دلوقتي هم عمليا ما يقدروش يشتروا له غير 4 5 كتب في اقصى تقدير، يعني واحيانا ممكن لو هو كتاب كبير ممكن ما ينفعش ان هو يشتري كتابين. فكان في قلق كبير. يمكن الدور عملت حاجات تجاوز بيها النقطه دي، زي ان ما غلوش يعني الكتب القديمه، بحيث نعم يفضل دايما نعم في كتب لسه سعرها رخيص، غلوا بس الكتب اللي اتطبعت جديد بحيث ان يفضل في حركه، لان هم كان في قلق كبير جدا من ان ما يحصلش حركه ورواج للكتب. بس يعني هي قيمه معرض الكتاب في مصر ان هي فعلا قيمه حقيقيه. هو تجاوز يعني كان في قلق فتره ما بعد ما اتنقل التجمع، كان في قلق مره تانية بعد ما ساعه الكورونا من الناس ما تجيش، مظبوط. لكن الحقيقه ان هو سواء بعد اتنقل التجمع او بعد ما كورونا او دلوقتي مع الاسعار، هو دايما الناس في ثقافتهم بشكل حقيقي في مصر انها تشتري الكتب في اللحظه دي. عيد الكتاب في مصر هو معرض الكتاب، كل يعني الجميع بينتظر. طب احمد، يعني احنا تحدثنا قبل كده عن الصعوبات اللي بتواجه دور النشر طبعا المتعلقه بارتفاع سعر الكتب والى اخره، لكن يعني بما انك روائي وليك روايه بالفعل في 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 في, في معرض الكتاب الان، يعني لو ممكن تحكي لنا برضو من وجهه نظرك انت ككاتب ايه الصعوبات والتحديات اللي بتواجه في الفتره الحاليه في مصر؟
الصعوبات، أهم صعوبة بتواجه الكتاب في مصر هو عدم وجود مكتبات عامة. دي كارثة، هي دي صلب المشكلة في مصر. المشكلة الحقيقية هي إن مفيش مكتبات عامة لا كافية ولا بتتحدث. ليه مش كافية؟ لأن المكتبات قليلة، سواء المكتبات اللي موجودة في الـ في الـ في الـ في المكتبات العامة في الأحياء أو مكتبات المدارس. والأخطر من كده إنها ما بتتحدث، بمعنى إن في خوف من إن دايماً ان ربما الكتاب ده يكون بيتكلم في حاجه متعلقه بالدين، الكتاب ده يكون متعلق بحاجه متعلقه بالجنس، الكتاب ده ففي قلق دايما من امناء المكتبات من ان هم يحدثوا المكتبات. طب ده تاثيره ايه؟ تاثيره ان لو في 10,000 مكتبه بس في هتضمن لكل كاتب انها تشتري له كتابه الجديد، ده هيعمل رواج في الاخر. كل كاتب ضامن 10,000 نسخه، الناشر مطمن ان هو هيبيع، الكاتب مطمن ان هو هيبيع 10,000 نسخه ل 10,000 مكتبه على سبيل المثال. بعد كده بقى في كاتب هيبيع 2,000 نسخه للقراء العاديين فهيبيع 12,000، وفي كاتب تاني هيبيع 90,000 نسخه فهو هيبيع 100,000 نسخه. ففي النهايه لكن كله في الاخر هيبيع وصناعه تمشي، لكن الحقيقه ما فيش حد ادنى موجود، ما فيش يعني بسبب الخوف اللي عند امناء المكتبات وعدم تحديث المكتبات، ان ما فيش الدوله ما بتنفقش على التحديث ده، على تحديث الكتب. ده معطل كتير حركة، ربما يكون دي اهم المشاكل. من المشاكل التانية طبعا الاسعار، زي ما انت قلتي، ارتفاع سعر الكتب. وان كان الميزه اللي حصلت دلوقتي هي الكتب الصوتيه والكتب الالكترونيه اللي بتؤهلك ان انت يبقى عندك يعني مكتبه كامله سواء الكترونيه او صوتيه وتقدر تختار ما بينها. لغايه دلوقتي ده ما بيرجعش عائد مادي كبير للكتاب ولا لدور النشر، لكن هو ساهم في رواج حركه القراءه اللي انا في رايي انها الاهم. الباقي بعد كده هو تفاصيل هتيجي مع الوقت، يعني العائد المالي هيترد بعد كده مع الوقت، لكن الاهم ان هو عمل حركه كبيره في الرواج في القراءه عند المصريين، لان بقى اسهل ان هو يدفع ايا كان يعني الرقم اللي هو 1000 جنيه او حاجه اللي هو حوالي ربما 30 او 40 دولار، ويقدر ان هو يدفعهم على مدار السنه كلها ويبقى عنده مكتبه كامله بتاعته، ودي عوضت قليلا من وجود عدم وجود مكتبات حقيقيه موجوده في كل حي بتتحدث، او عدم وجود مكتبات المدارس بتتحدث. انا طبعا هنا باكد على فكره انها بتتحدث مش الوجود، يعني في مكتبات بس هي بتتحدث. يعني هو دايما أحمد علشان هو سؤال اخير على هو قلقان على ذكرك لقلق الموظف ورقابته الذاتيه ان هو خايف ان هو يقدم كتاب يكون مرفوض بشكل ما وعليه رقابه. تابعنا الكاتب الصحفي انور الهوالي خلال الكام يوم اللي فاتوا دول اعلن عن سحب كتابين ليه بالفعل كانوا موجودين في المعرض، هو ترويض الاستبداد وديكتاتورية جديدة. عايزة أعرف إزاي المجتمع المثقفين والكتاب والصحفيين في مصر بينظر للإجراءات دي؟ طبعا دي حاجة تقلق جدا، لأن مصر تاريخيا بقى لها فترة طويلة جدا، يعني ربما احنا كان في نص قرن أو تجاوزنا نص قرن ما فيش رقابة على الكتب، يعني ما مفترض إن ما فيش حد بيراقب الكتب قبل ما تنزل، لا جهة إدارية ولا سلطة تنفيذية ولا الأزهر. الحاجة الوحيدة اللي في مصر خضع للقراءة في الكتب هي القرآن الكريم قانونا، نتكلم هنا من ناحية قانونية، هو القرآن الكريم انه بيتعرض على الأزهر بحيث الأزهر يتأكد ان كل حرف موجود سليم في النسخة دي، وده شيء منطقي يعني كل حرف وكل تشكيل، فهو بيتأكد بس من القرآن الكريم. بس كده مفيش اي رقابة قبل. اللي بيحصل للأسف واللي هو بدأ إنه هو يتكرر واللي بدأ إنه يخلق أجواء سلبية هو إن بينزل قرارات شبه إدارية، يعني هي بتتعرف إن حتى هو يعني الكتاب اللي أنت بتتكلمي عنه هو كتاب أستاذ أنور الهواري، وأنور الهواري هو يعني رجل كان يشغل منصب رئيس تحرير المصري اليوم ورئيس تحرير جريدة قومية، يعني هو رجل قامة صحفية شهيرة في مصر يعني. فهو بيعلن خلال فيسبوك إن تم نزع كتابه من على أرفه في المكتبات. طبعا هو مين اللي نزع، يعني في الاخر مين اللي شال؟ هي المكتبه نفسها. بس ليه المكتبه شالت؟ لان بيجي لها اوامر او تهديدات، ومحدش في الاخر عايز مشاكل، يعني في النهايه محدش عنده رغبه في ان هو يحصل مشكله، فبيستجيبوا وصلت وجهه نظرك يا احمد. الفكره بس ان ده بيخلق فعلا اجواء مسممه،
في النهاية وجود أجواء من الحريات هو اللي بيساعد في أن الناس تعرف أخطاء فين، هو أن الناس تسمع صوت تاني، أن يبقى فيه رأي تاني ورأي مختلف، أن يحصل تطور بشكل حقيقي، تطور ثقافي وتطور معرفي، وأن حتى السلطة نفسها السلطة التنفيذية تكون على بصيرة بأن في رأي تاني ربما يكون ده في جزء منه ربما يكون رأي مفيد، تمام، بس في جزء منها ربما تكون تستفيد منه، فده في صالح البلد في النهاية يعني. بالتأكيد. بشكرك أحمد سمير الكاتب والروائي.